السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. يلقاكم هذا الفلوج هذا وهذا الفيديو بصحه واحوال طيبه. المهم اليوم صباح جديد، روتين جديد، غنشارك معكم ان شاء الله هذا النهار ديالي كيفاش كندوز مني كنفيق. المهم هنا راني فقنا، فطرنا، فطرت غير انا وبنتي. من بعد ما صلينا الله يقبل فطرنا، صافي دابا تقريبا 10:30 ديال الصباح. غنبدا عاد الروتين ديال الشقه ديالي. اول حاجه جبتكم هنا البيت الكلاس، يعني هذا بيت بوليفالون، يعني كندير فيه كل شيء، كناكلو فيه، كنتفرجوا فيه في التلفزه حتى كيدينا النعاس، كنجلسوا فيه، يعني ديما غيكون مرون، يعني كل صباح خصني هو الاول نبدا بيه عاد باش ندوز الحوايج اخرى. كي شفتوا لاكور حتى هو مرون، الكوزينه حتى هي صراحه مرونه. المهم ضيا كنخمل، يعني الدار ملي كتكون صغيره ما كبيرهش، ضيا هي ضيا ضيا كترون وضيا كتجمع. المهم هنا كيف شفتوا صباح تبارك الله الجو زوين، واخا زعما الحراره ولكن كاين شويه ديال الغربي. شفتوا الشجره كيفاش كتحرك. المهم الصالون والسيجور خليتها البارح، بيتها كتلعب تما، ما بغيت صافي لحقاش بوحديتها، يعني كنخليها تاخد راحتها، ما كاينش معاها من تلعب، ما كانت نخليهاش تخرج لبرا، يعني مازال صغيره كنخاف عليها. صافي كنخليها تلعب في الدار كاع داكشي اللي بغات. راكم شفتوا هي كتلعب بالوسايد، كتشيل الصالون، كتشيل السيجور، كتروي لي الدنيا، ماشي مشكل، خليها تلعب ان شاء الله. من عسكر غتولي كتفهم حتى هي الامور. نبدا اول حاجه بديت نخمل بالصالون، كنمشي للحاجه اللي ساهله ما فيهاش الروينه بزاف، يعني الصالون انا عندي نقي ديجا مخملاه غير وسعيد، وهكا غنعاود غير واحد الميطه خفيفه هكا، وغادي نجيب داك الباي باي. كل واحد شنو كيسميوها، انا كنقولها الباي باي اللي كنشطبو بها الزرابي غير ديال اليد، ما عنديش سبيراتور، واصلا ما عنديش الغبره ولا شي حاجه اللي نحتاج فيها سبيراتور، يعني غير داكشي خفيف. هنا انا ما دايرهش التلفازه باش يعني ما كنجلسوش هنا بزاف، غير كان عندنا شي حاد ولا هذا عاد كنستعملوها كالصالون والسيجور. غنوريكم واحد الطريقه زوينه كتخلي الدار كتقشق بالريحه ديال النقاوه. المهم اللي ما عندكمش هكا شي بارفان زوين، انا عندي هنا هذا كنديرو بحال فيه نسمه ديال بحال ديال العود، بحال ديال الند، يعني كتبقى ديك الريحه زوينه في هكا في الدار. كنشدها الباي باي هذه كندير فيها هكا كنرشها، وعاد كنبقى ندوز على الزرابي. عرفتي مني كتبقى الريحه هكا 3 ايام وهي كدور في الدار. الا ما كانتكمش هاد الريحه هكا فيها العود، ولا ماشي ضروري ديروا هاد النوعيه، انا غير عطيتكم كفكره كيفاش كتبقى هكا الريحه كدور ديال النقاوه في الدار. شي مره انا ما كانش عندي البارفان، كان غير داك الروح، واحد الروح زوين ديال ساني كروا ولا اي معطر ديال هكا ديال الجو. ولا عندكم كديروا هكا في الباي باي وتبقاو تديروا منها، كتكون هكا بحال رشيتوها كتفزق شويه، كتبقى تهز داك الغبره وداك الخمله كامله، كتولي الزربيه كتشقشق، وفي نفس الوقت ان فوا اللي كيدخل الباب الدار واحد الريحه ديال النقاوه، واخا ما تكونوش سيقتو. انا صراحه ما كنسيقش بزاف لحقاش، ما عارف ما عارف ان هكا الديور صغار لا داعي انهم يسيقوا. كمره في السيمانه كندير تسيقه خفيفه للدار، صافي بحال دابا ما غاديش نسيق لحقاش الوقت اللي انا كنبغي نسيق فيه. خص تكون بنتي ناعسه باش ما تزلقش ليا، حيت كتبقى تبارك الله كتحرك. صافي انا كملت، راه وريتكم كيفاش الغبره اللي هزات ليا داك الباي باي. غندوز حتى للسيجور، حتى نفس الحاجه، الزربيه ديال السيجور، ديال الكولوار، ديال بيت الكلاس، ديال بيت النعاس، كلهم كندوز عليهم بهذه الطريقه هكا، كيتنقاو كيجمعوا لي الغبابر كاملين اللي في الزربيه. ما دابا راه الصيف ديما كنحلوا الشراجم، يعني كتدخل الغربي وكيدخل معاه حتى التراب وهذا. صافي غدا السنه كنمسح شويه الغبره هاد لي طابلو ديال السيجور. هاد الطابلو هذا راه صراحه زوين، هذا الطابلو مرسوم على الجلد، كنا شرناه من تطلع واحد المره مشينا. المهم هاد الطابلو هادو غير عاديين ماشي ديال الجلد، حتى هما غندوز لهم داكشي خفيف، يعني ما لحقاش ديجا انا ديما تخمن ديالي تيكون بحال هكا، يعني لي روتين ديالي كان واخا ما كنشاركهمش تقريبا كانني بحال هكا، داكشي يعني ما كنلقاش تماره باش نطوي الدار صراحة، ديما عندي تقريبا بحال هكا. صافي غندوز مسيحة خفيفة على طابلو كامل اللي عندي في الكولوار وعندي في السيجور. صافي انا مثلا مبغيش قوة تعلق، يعني ما كتلقاونيش معلقة في بيت الكلاس حتى شي حاجة. صافي دابا غندوز داك الكولوار اللي مسكين هو مرون حالته بلي جوي، انا كنجمع هنايا في الشبيكة هادي داك الالعاب ديال بنتي كاملين غنحيدهم، لحقاش شحال من مرة كنبقاو نلبسو عليهم هاد اليد وهادو الصغار.
صراحة هاد الشيرة ما يبقاش غير شوية، كتشوفني جا معاهم فواحد البليصة كتمشي تهزهم، ولكن ماشي مشكل. المهم انا كنحيد الروينة، نحيدو شي فين يجي شي. معروفة بيت الكلاس ديما تيكون مرون، سيرتو لانو الدراري صغار، ولكن المهم ترون واحد البليصة ماشي هي ترون الدار كاملة. صافي غنجمع هاد هاد لي نونوس هادو كاملين ديالها، كويرات البيزل تا هي ديما كتبغي تلعب بيه، كنلعب بيه صراحة انا وياها باش كنبغي لها هي، كنبقاو نركبو هكا على الطبلة حيت لما غاديش نعرف نشقى، وهذا الشيء داير بيا مرون. كنجمع نحيدو في واحد القنيطة عاد ندوز نخمم البيت. هنا صافي الكور، هنا وريتكم هنا في هاد البليصه هادي، صراحه ما عرفتش شنو غندير، واش شي فاز، واش كنت دايره صراحه واحد اللعيبه ديال واحد بحال البيزان، ولكن كان حيت ديال الزاج كنخافهم هكا تعفس فيهم ولا دفعهم طيحهم يضروها ولا يجرحوها، وانا نحيدهم. بغيت ندير صراحه شي شجره ديال البلاستيك ولا مقيم، باقا ما طحتش شي حاجه اللي غتجي زوينه في داك البليصه. صافي هنا الزربيه ديال الكور حتى هي دوزت لها هاد الباي باي هادي، غادي تولي الدنيا نقية. صافي هنا راني كملت البيت، يعني داكشي خفيف ظريف، حتى هو غير عاودت وقف شوية دوك الوسيدات ولمط شوية، عاود زيرت الميطات، دوزت باي باي للزربية. صافي نوريكم داك القنيطة حكمتها بداك اللي جوي ديالها، صراحة في هاد البيت انا فيه كنت اللي فيه الألعاب ديالها باش كتمشي لهم نيشان. دابا راه غير تجي تشوفهم هنايا واحد شويه غتجبدهم كاملين، صافي كيعجبها هي تحطهم كاملين وتلعب بيهم. هانتوما هي جات لي تبارك الله. صافي هنا كملت البيت، دابا شنو بقالي؟ بقالي ديجا بيت نعاس، ما غاديش نوري نصوره معكم زعما ديجا جمعته. انا هيك كفيق من نعاس، بيت نعاس هو الاول كان بدا بيه صراحه، عاد كنمشي نفطر ولا ندير شي حاجه. صافي انا جيت للكوزينه اول حاجه، انا نهز الطابليه باش نديرها، لحقاش انا ملي تنكون كنغسل الماء عند داكشي يعني ديما كنبقى نرش عليا الماء، وهذا الطابليه هي هي الدواء. المهم صراحه كنلقى صعوبه باش نصور لكم بحال لي فلوغ، لحقاش ما كنلقاش شي بوزيسيون اللي غتشد ليا التليفون مزيان باش نصور. المهم نحاول ما امكن نبين لكم. صافي هنا البانيني حيت ديجا انا ديما كنسخن فيها الخبز، يعني صافي انا مسحها نحيدها نديرها بلاصتها وندوز نكمل الشقه الاخر. عندي هنا واحد الشبكاره هذا كندير فيها غير بطاطا وبصله وداكشي، غنحيدها صافي، غنغسل البطاطا وغنديرها في الثلاجه برد الحال. دابا كنديرها في واحد الطريقه كتبقى واعره اكثر من 10 ايام، حتى 15 يوم، وهي هكا كتبقى طريه فخيش، ما كتلوم والو، ماشي بحال دابا كنديرها في الشبكه كنلقاها مع الحراره كنلقاها لاويه. صافي دزت انا نطويت شويه هاد الباتي هادي. هنا غادي نشوف هادشي ديال هاد القريعه ديال السنيده، ديك ديك المويان كندير فيها السكر مقصص، دابا راه تسالى ليا. و ديال السنيده حتى هي خوات، يعني كنبغي نعمر اتاي ولا هذا كنبقى خشي ديال داخل يعني شويه ديال الصعوبه، غنجبد هكا نعمرها بلا ما نخلي داك شويه شايط، غنعمر حتى ديك القرعه الثانيه حتى هي، حتى وكان ان شاء الله نشري داك السكر مقصص، وراه غتكون ديجا ديك القرعه صغيره خوات، وغادي ندير فيها السكر المقصص. كنستعمل صراحة أنا اللي كنغيو ملي كيكونو الضياف ونبغي ندير القهوة، كت ضروري كنحط السكر مقصص. صافي أنا غنعمر القرعة الأولى وغنعمر القرعة الثانية. صافي هنا غنعمرهم نسد عليهم وندوز لحاجة اخرى ان شاء الله. صافي هنا من بعد ما كملت داكشي اللي ضروري غندوز نصبغ الغدا هو الاول نديرو طيب، عاد من بعد نكمل الطواياج ديال الكوزينه. انا غندير غير الباستي شو كنتغدى غير انا وبنتي. صافي هنا عندي شويه ديال الكفته، درت لها واحد الملعقه صغيره ديال القزبر والمعدنوس، غنضيف لها العطريه، شويه الملحه، شويه البزار، شويه الخرقوم، وشويه التحميره،
وغنضيف ايضا شويه ديال القزبر مدقوق حبوب، كيكون صراحه كيعطي واحد المذاق بنين للكفته. الفريت راه غادي نقليه، غادي ندير كويرات صافي. هاد الكفته غادي نديرها كويرات ونشحرها كويرات صغار، ونشحرها غير شويه ديال الزيت لحقاش ديجا راه ديال الغدمي كتكون فيها شويه الشحمه صافي. من بعد ما صايبت البيشاميل هنا راني درت كمونطي الباستيشيو الطريقه العاديه المعتاده. ديجا عندي حاب شاركه معاكم في القناه داكشي، ما بقيتش نعاود ندير تفاصيل. صافي هنا غنمونطيها، الفران درته كيشعل، غندوز نديرها طيب عاد نرجع نكمل نطواياج ديال الكوزينه لحقاش ما بغيتش نكمل نطواياج الكوزينه لحقاش غادي مازال غادي غنقلي الفريت ونقلي الكفتين. داكشي غادي يبقى ديال الزيت غيبقى يطير ليا في الحيط وفي الكاستري وهذا، يعني غنضطر نعاود نمسح مره اخرى. قلت تنحيد الغدا ونتغدى ناكل بنتي ان شاء الله، عاد نكمل النطواياج ديال الكوزينه كامله في خطره واحده. هاد لاغوسيط ديال الباستيشيو بالكفته صراحه كتجي بنينه بزاف والله، اكثريه هاد العطريه ملي كنديروها بالطريق كتجي لذيذه حتى البيشاميل حتى كلشي. مهم داكشي راه كيجي زوين. شاركت معكم في القناه وبزاف اللي عجباتهم طريقه هاد الباستيشيو ديالي. انا اصلا صراحه كتجي زوينه احسن من ديال الزنقه، عمري ما كليتها برا صراحه، فيما كانت شهوه كنديروها في الدار. صافي هنا راه غادي ندخل البيشاميل اللي بقى وندخلها الفرن مباشرة طيب. هنا من بعد ما طابت صرا خرجتها من الفران راه مازال سخونة، بغيت نوريكم غير كيفاش كتجي، كيفاش كيجي الشكل ديالها مذهب وزوين بلا قياس. انا راني ما كنكثرش الفرماج من الفوق لحقاش كيجيني غير كيتحرق. انا الطريقه راه شاركتها معاكم، كنخلط شويه مع لاصوص بيشاميل وشويه كنديرو من الوسط داكشي باش ما كتجيش حمره بزاف من الفوق. صراحه المذاق ديالها جا خطير، ادمان هذا المذاق صراحه التعليكه. صافي انا من بعد ما تغديت انا وبنتي الله يخلف الحمد لله تكملت نطواياج ديال الكوزينه. وصلت لما عندك ما كانش باقي لي بزاف صراحه، مسحت غير داك الفرن من بعد ما طيبت فيه، مسحت الكاستري من المرقه من اللي دا من ديال الزيت اللي كان كيطير. صافي نطويت دوس واحد شيفه خفيفه وعاد فرشت داك الزربيه. وصلت المهنات نطويت كلشي دابا صافي. من بعد ما كملت الروتين ديال التخمال والشقا والغدا وداكشي، المهم هنا غادي ندوز ندوش انا وبنتي. غندوش لها حتى هي معايا، وجدت لها كسيوه ديالها المشيطه بارفان ديالها حتى هي، وجدت انا بيجامتي جل دوش الكريم ديودورون بارفان ديالي. المهم هذا هو الفلوغ ديال اليوم، شاركته معكم كامل بلي ديتاي. كنتمنى يكون نال اعجابكم، الى عجبكم بحال هذا النوع ديال لي فيديو قولوا لي في التعليق، نخليها لكم ان شاء الله ونشاركها معكم مره. الى اللقاء فيديو جديد، دمتم في رعايه الله.